أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن المباحثات السعودية البريطانية وأبعاد حضور القضية اليمنية في الشارع البريطاني سلطة ومعارضة. نقلت وكالة رويترز عن قناة العربية أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ونظيره السعودي عادل جبير أكدا خلال اجتماع لهما في لندن أن السعودية وبريطانيا ستراقبان خطوط الملاحة في اليمن تمهيدا لفتحها. يأتي هذا الاجتماع وسط مظاهرات للمعارضة البريطانية احتجاجا على دور السعودية في حرب اليمن ورفضا متصاعدا للانتهاكات التي ترتكبها مقاتلات التحالف. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يمكن أن تقدمه هذه الزيارة لملف الأزمة والحرب في اليمن؟ وما مدى تأثير موقف المعارضة البريطانية المندد بانتهاكات التحالف العربي؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. تلاشت الأزمة الإنسانية في اليمن على وقع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة البريطانية لندن. اكتفى المسؤولون البريطانيون بالتعبير عن قلقهم حيال الوضع الإنساني في اليمن في وقت يستمر فيه سقوط الضحايا المدنيين جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات بعد الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي. التركيز على استمرار فتح ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيا غرب اليمن والعودة للمسار السياسي على الرغم من عدم وجود رؤية واضحة كانت محور لقاءات بن سلمان بالمسؤولين البريطانيين. القلق الذي أبدته رئيسة الوزراء أسفر عن صفقة تجاوزت 60 مليار دولار بين حكومتها والحكومة السعودية بالإضافة لتوقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات. وعلى عكس موقف المعارضة البريطانية المندد بما وصفتها جرائم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بدت الحكومة حريصة على إيجاد مبررات لاستمرار عمليات التحالف، حين قال وزير الخارجية بوريس جونسون إن من حق السعودية أن تدافع عن نفسها وأمنها. المعارضة البريطانية التي يقودها حزب العمال وصفت على لسان رئيس الحزب جيرمي كوربين بريطانيا بأنها شريكة في جرائم حرب تقع في اليمن حسب الأمم المتحدة، وأضاف أن ألمانيا أوقفت صادرات الأسلحة للسعودية بسبب ما يجري في اليمن بينما بريطانيا زادتها، والمستشارون العسكريون البريطانيون يوجهون المعارك. الجدل انتقل إلى مجلس العموم حيث وجه كوربين سؤالين لرئيسة الوزراء بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الرياض وانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وذلك قبل دقائق من لقائها ابن سلمان. وأضاف: ليس من الصواب أن تتواطأ الحكومة بشأن ما تقول الأمم المتحدة إنها أدلة على جرائم حرب، فهل ستستغل رئيسة الوزراء اجتماعها اليوم مع ولي العهد السعودي لإيقاف إمدادات الأسلحة ومطالبته بوقف إطلاق النار في اليمن فوراً؟ الحكومة البريطانية تحاول الإمساك بالعصا من الوسط فيما يتعلق بالصراع في اليمن، وإن بدا أنها حريصة على تغليب مصالحها التي بالضرورة قد لا تكون هي ذاتها مصالح اليمنيين. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من مسقط الباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني. أهلا بك دكتور. مرحبا بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. إذن دكتور، باعتقادك ما الذي يمكن أن تضفيه زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبريطانيا على صعيد تحديدا ملف الأزمة والحرب في اليمن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتصور يعني على المدى القريب قد لا تحدث تحولا في الموقف الرسمي للحكومة البريطانية، ولكن هذه الزيارة استفزت الرأي العام البريطاني، استفزت المعارضة البرلمانية، استفزت المنظمات الحقوقية والإعلام البريطاني، فكانت هذه مناسبة لإثارة القضية اليمنية وإعادة تصديرها يعني في قلب المشهد الإعلامي والسياسي البريطاني. هذه في حد ذاتها إضافة، ولكن إلى أن تتحول هذه الضغوط، سواء الضغوط الصادرة عن حزب العمال، الضغوط الصادرة عن المنظمات الحقوقية، عن الرأي العام، عن الإعلام، عن المجتمع المدني على وجه العموم، إلى أن تتحول هذه الضغوط إلى سياسات رسمية تتبناها الحكومة البريطانية، يعني أحسب أن هذا الأمر سوف يستغرق بعض الوقت، ولكن يعني لا شك أن إعادة القضية اليمنية إلى قلب يعني المشهد الإعلامي والسياسي سواء على المستوى البريطاني أو على المستوى الأوروبي أو العالمي حتى، أحسب أن هذه إضافة حقيقية للأزمة اليمنية. الآن الفاعلون الرئيسيون، الحكومة اليمنية مثلا، الأحزاب، منظمات المجتمع المدني، الشعب اليمني يعني كل أطرافه وطوائفه، كيف تستثمر يعني هذا التحول، كيف يستثمر
امرا حسنا. هذه مساله تعود الى قدره يعني هذه الاطراف وهذه الجهات على التعاطي مع هكذا احداث. ولكن في المقابل نحن راينا ان هناك اتفاقيات وصفقات تجاريه قد تم الانتهاء منها وهي تقدر باكثر من 90 مليار بين السعوديه وبين بريطانيا. وكما نعلم ان تبقى الدوله في النهايه تتصرف كدوله، يعني المعارضه تتصرف كمعارضه والدوله تتصرف كدوله، بمعنى انها تجنح يعني الى تغليب المنافع والمصالح وان نهج البراغماتيه في التعامل مع هكذا قضايا. فعلى المدى القصير لا احسب ان هناك تحولا في السياسه الرسميه البريطانيه، بل على العكس يعني سمعنا اليوم وزير الخارجيه يبرر لهذه الانتهاكات الانسانيه التي تحدث والتي يعني يقودها التحالف، ولا نتوقع من حكومه في السلطه يحركها المصالح والنفعيه والدوافع البراغماتيه، لا نتوقع منها اكثر من ذلك، ولكن على الاطراف المعنيه بالازمه اليمنيه ان تستثمر هكذا حدث وهكذا تراكم. كيف يمكن لها استثمار ذلك دكتور؟ كيف يمكن لها استثمار مثل هكذا زيارة؟ نعم يمكن أن تستثمره يعني على عدة جبهات. أولا على يعني الجبهة الإنسانية الحقوقية بحيث يكون هناك مزيد من الضغط. التحالف في العام الماضي قد صنف على وقع على القوائم الفدرالية المتحدة، هذا تطور. يعني استثماره على المستوى الإنساني بمعنى تسويق مزيد من الأضواء والتوثيق لمثل هذه الانتهاكات الإنسانية، الدفع باتجاه إيقاف العمليات التي لا تؤذي الحوثيين ولكنها تؤذي المدنيين في اليمن. يعني نحن نعلم أن التحالف لا يوجه ضرباته الجوية فقط، يعني أكثر هذه الضربات تتوجه إلى المدنيين، حتى أولئك المدنيون الواقعون تحت سلطة الحوثيين يبقى هؤلاء يعني جزء من الشعب اليمني وينبغي أن يكونوا بعيدين عن هذه الضربات. بل أن التحالف كثير من ضرباته الجوية إنما تطال حتى يعني القوات اليمنية الجيش الوطني مثلا. فإيقاف هذه العمليات، الضغط باتجاه إيقاف هذه العمليات أيضا، يعني إن كان هناك في الحل السياسي فلتتخذ من مثل هذه المناسبات يعني فرصة للضغط من أجل بلورة مشروع سياسي يمكن أن يرتقي عليه اليمنيون في هذه المرحلة الحرجة. فيمكن استثمار مثل هذه المناسبات وهذه الضغوط، ولكن يعني من المؤسف ان الحكومه اليمنيه يبدو انها لا تملك يعني رؤيه ولا ادوات لها ان توظف مثل هذه المناسبات ومثل هذا الفراغ. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا دكتور عبد الله، ورحب بمن تنضم الينا الان الباحثه السياسيه الاستاذه ميساء شجاع الدين. اهلا بك استاذه ميساء. اهلا بك أستاذة. إذن زيارة لولي العهد السعودي إلى المملكة يعني المملكة المتحدة بريطانيا، هل تبدو القضية البريطانية ملفا أو أولوية في هكذا محادثات من وجهة نظرك؟ هل الملف اليمني بالأهمية بما كان ليشكل رقما في أو نقاشا مستفيضا في هكذا يعني لقاءات؟ يعني ليس هذا حد، لكن في ضغط شعبي وإعلامي. منظمة المجتمع المدني في بريطانيا نشيطة، يعني ممكن في أمريكا ما يكونش بنفس النشاط، لكنها من الدول اللي منظمة المجتمع المدني وطبيعة التحركات الشعبية فيها دائما تكون ضاغطة، لكن ليس لدرجة أنها تتغير من سياسة الحكومة أو شيء من هذا القبيل. يعني كان مثلا غزو العراق في 2003 كان في نسبة عالية جدا من البريطانيين ضد عملية الغزو، لكنها تمت والبريطانيين شاركت فيها. يعني فبالنهاية المزاج الشعبي لا يؤثر على السياسة بشكل عملي بالضرورة، لكنه مثل ما حدث أنه حصلت مساءلة في البرلمان كانت شديدة اللهجة ضد من قبل أحزاب المعارضة وحكومة الظل ضد هذه الزيارة، وكانت ملف اليمن مهم جدا، يعني كان واضح أنه أولوية أثناءها، لكنه على المستوى العملي لن يكون كذلك. ربما يكون يشكل ضغط على بعض القضايا مثل الموانئ، فتح الموانئ أو شيء من هذا القبيل، ليس أكثر، لا أتوقع شيء أكبر من هكذا، لكن المسألة هي فقط رفع الحرج من بريطانيا لا أكثر ولا أقل. اليمن ليست مهمة بالنسبة للبريطانيين، هناك 700 مليار دولار الآن صفقات تمت في هذه الزيارة، فهذا لا يشكل أي أهمية أمام هذا المبلغ الضخم، لا يجعل اليمن دولة مهمة على الإطلاق. طيب يعني في سياق ما يعني أنت تحدثت عن المعارضة وحكومة الظل كذلك،
يعني الحكومات الأخيرة كانت حكومات محافظين، الحكومة يعني آخر حكومة عمان كانت منذ فترة ليست بالبسيطة، وكان هناك حديث على أن المعارضة التي يقودها حزب العمال وصفت على لسان رئيس الحزب جيرمي كوربن بريطانيا بأنها شريكة في جرائم حرب تقع في اليمن حسب الأمم المتحدة. عندما نتحدث عن أن المجتمع المدني قد لا يكون ضاغطا بالشكل الكافي لتغيير سياسات حكومية، هل يمكن أن تكون يعني إذا ما تحدثنا بالمصطلح المناكفات السياسية أو السياسة قد تؤثر في نهاية المطاف، أم أن هذا الأمر مؤقت فقط أو تكتيكي؟ دائما الأحزاب خارج السلطة بتكون حساباتها مختلفة عن داخل السلطة. في النهاية داخل السلطة في هناك صفقات أسلحة، في هناك صفقات ضخمة. السعودية شريك مهم اقتصاديا للسعودية، وهي دولة يعني علاقات ضعف قديمة جدا، وبريطانيا شديدة التملق للسعودية عمليا، يعني حتى على مستوى السفراء إذا احنا لاحظنا السفراء البريطانيين عادة شديدي التملق للسعودية أكثر بكثير من البريطانيين حتى في اليمن، يعني بالذات في موضوع يعني السفراء البريطانيين لليمن مثلا عادة لما يحصل أي ضرب صاروخ من الحوثي من قبل الحوثي على السعودية عادة يبادروا بشكل سريع للتنديد واستنكار هذا الصاروخ، قصف هذا الصاروخ، بينما السفير الأمريكي عادة يلتزم الصمت. فبريطانيا شديدة التملق للسعودية لأن لديها مصالح ضخمة مع السعودية. وبالتالي لا أتصور أنه عمليات الضغط الشعبي ستنجح بما فيها الضغط السياسي أيضا من قبل الأحزاب حكومة الضغط ستنجح، لكنها ربما محرجة للحكومة من بعض الجوانب لا أكثر ولا أقل، وهذا ممكن يدفع الحكومة دفع الحرج أنها تتحدث على أنها تكلمت على مع ولي العهد بخصوص اليمن بأنه لابد من وقف الحرب والدعوة للسلم وفتح الموانئ، يعني لا أكثر من هذا، لا أتصور أكثر من هذا. طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة ميساء. أعود إليك دكتور عبد الله. من هذه النقطة، نقطة التباين بين الدعم الرسمي الحكومي البريطاني للسلطة السعودية والمجتمع المدني الذي يخرج بربما مظاهرات أو اعتصامات ووقفات إلى آخره، وكذلك المعارضة البريطانية التي ترفض الانتهاكات التي على الأقل تقول أن طائرات التحالف ترتكبها، وتتحدث عن مقارنة بأن ألمانيا أوقفت صادرات الأسلحة للسعودية بسبب ما يجري في اليمن بينما بريطانيا زادتها. هل يمكن من وجهة نظرك كمتابع أن تؤثر على هذه المحادثات التي تجري مع ولي العهد السعودي؟ نعم أخي الكريم، النظام البريطاني نظام ديمقراطي وهو نظام مرن ومفتوح، وبالتالي إلى حد ما يمكن التأثير فيه. صحيح أنه على المدى القريب قد لا تتحول أو قد لا يحدث تحول في السياسات الرسمية التي تتبناها حكومة ماي، ولكن على المديين المتوسط والبعيد إذا انتظمت هذه الضغوط سواء الضغوط السياسية الصادرة عن حزب العمال أو الأحزاب الأخرى أو الضغوط الصادرة عن يعني منظمات المجتمع المدني أو أجهزة التفكير والإعلام أو الرأي العام على نحو عام، أنا أتصور يمكن أن تشكل أن يعني تشكل تراكما، هذا التراكم من شأنه أن يحدث ضغطا على صانع القرار، لكن هذا في المقابل هذا الضغط يعني السياسي والمدني والإعلامي في الداخل ينبغي أن يقابله تحول على الأرض. هناك مصالح لبريطانيا في هذه المنطقة. بريطانيا الآن في مرحلة مغادرة الاتحاد الأوروبي والاستقلال بذاتها، وهي تبحث عن شركاء اقتصاديين وسياسيين واستراتيجيين، ويعني بريطانيا لها حضور تاريخي في هذه المنطقة فلها مصالح. الآن إذا حدثت تحولات على الأرض فمن شأن هذه التحولات أن تحدث تحولا في المواقف الرسمية، بمعنى اليمن اليوم تحول إلى ساحة حرب إقليمية وليست ساحة حرب محلية. الفاعلون الإقليميون سواء التحالف ممثل بالمملكة وحلفائها، إيران حاضرة، الولايات المتحدة حاضرة، هناك حضور غير مباشر لقوى إقليمية أخرى. إذا الساحة اليمنية تحولت إلى ساحة صراع إقليمي. هذا الصراع الإقليمي لا شك أنه سيفرز تداعيات ونتائج، هذه التداعيات ربما تنعكس على المعادلات الإقليمية وبالتالي قد تؤثر على نحو ما على المصالح البريطانية في المنطقة. فيعني بريطانيا يعني لا شك أنها تنظر إلى الأزمة اليمنية ليس فقط من منظار الضغوط
يعني الداخليه التي تواجه الحكومه، وانما ايضا من منظار التحولات الاقليميه التي يمكن ان تبرزها الازمه اليمنيه. فانا اقول ان احنا عندنا يعني كفتي الميزان هنا، ما يحدث في الداخل البريطاني من تحول في الراي العام ضاغط على الحكومه، ومن يعني حقائق على الارض تبرزها الازمه اليمنيه بما في ذلك البعد الانساني. اليمن اليوم وفقا لتقارير الامم المتحده يمثل كارثه انسانيه بامتياز، يعني لا توجد اليوم كارثه انسانيه في المنطقه تضاهي ما يحدث انسانيا في اليمن. هذه الكارثه الانسانيه سوف تكون لها تداعيات وابرازات على المستويين السياسي والاستراتيجي، هذه التداعيات سوف تؤثر بالمشهد الاقليمي برمته، وبالتالي تنعكس على المصالح الغربيه بما فيها المصالح البريطانيه. فيعني يعني رسم الصوره على هذا النحو او محاوله يعني بلوره يعني الصوره على هذا النحو وايصالها الى صانع القرار البريطاني، ومدركون ذلك بلا شك ان التطور هذا سيكون له على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد يعني قدر من التاثير. المانيا مثلا التي استشهد بها يعني لجأت الحكومه الالمانيه الى ايقاف مبيعات السلاح، وهو يعني قرار انتقائي، يعني ليس كل الاسلحه فيما اعلم وانما نوعيه معينه من السلاح، ولكن هذا القرار جاء نتيجه ضغوط، ايضا كان هناك ضغوط في يعني المجتمع المدني الالماني، اضافه الى الضغوط الصادره من المنظمات الدوليه المتحده هي التي افضت في نهايه المطاف الى ان تتبنى المانيا هذه السياسه وتوقف مبيعات السلاح الى المملكه العربيه السعوديه. فينبغي ان لا نستهين بهكذا ضغوط وهكذا تحولات في الراي العام، نحن نتحدث عن انظمه ديمقراطيه مفتوحه ومرنه، وهي تستجيب ل يعني ضغوط المجتمع المدني والقوى السياسيه في الداخل. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي مره اخرى دكتور عبد الله، اعود اليك استاذه ميساء. الان يعني ما هو موقف الشرعيه من كل ما يجري؟ الازمه اليمنيه بالنسبه لها هي يعني هي المعنيه الاساس بما يحدث في اليمن، بريطانيا تمسك ب يعني او هي مسؤوله الملف اليمني كما يبدو في مجلس الامن، الان ايضا المبعوث الاممي الى اليمن بات بريطانيا ايضا. هل اكتفت اليمن بمتابعه كل ما يجري من خلال وجود يعني وزير الإعلام الذي كان في لندن قبل أيام، هل تكتفي بهكذا تواجد؟ أداء الحكومة معروف أنه ضعيف، حتى أداءها الدبلوماسي شديد الرداءة، سفاراتها لا تفعل شيء، وهي أيضا أداءها الدبلوماسي لا تستطيع أن تحسين صورة سيئة شديدة السوء، يعني هذه الحكومة أداءها صار سيء جدا في المناطق التي تحت سيطرتها بعد سنتين وأكثر من سنتين صعدا الآن. حتى الآن هذه الحكومة كل الذي حدث أنه أتجوت سلطة ميليشيات معارضة لها، ثم صارت تصرخ وتبكي أنها تعرضت لإنقلاب داخل عدن وهي في منتهى العجز. ففي النهاية صعب أن أنت تدافع عن صورة هذه الحكومة، وصعب أنك تدافع عن شرعيتها الآن، لأن الشرعية برضه هي مش بس قرارات أو نصوص دستورية، يعني الشرعية ليست قرار أممي، هي أيضا فعل. فهذا شرعيتها تآكلت بشكل كبير جدا بسبب أدائها، يعني هناك شيء اسمه مشروعية، أن الشرعية هي مدى رضا الناس عن هذه الحكومة أو عن هذه السلطة، وهو واضح أنه صار ضعيف جدا حتى في محاولات شرائها لشبكة ولاءات واسعة من خلال التعيينات المستمرة للحكومة، لكنها عمليا على الأرض لا وجود لها، فبالتالي صعب جدا تحسين صورتها. وزير الإعلام رأيت بعض المقاطع له في البي بي سي، هو هزيل، يعني هذا أداء هزيل، إجاباته هزيلة، وهو شخص هزيل مثل الحكومة، فهذا غير مستغرب. فصعب أن أنت تقول إيش ما هو ما الذي ستفعله الحكومة، ما الذي ستفعله السعودية؟ هي الآن بتواجه موجة واسعة، لاحظ أن السعودية أصلا صورتها الإعلامية في الغرب أصلا رديئة بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان ووضع المرأة فيها. طبعا حاول محمد بن سلمان أنه يفتح مجال جديد، يعني يفتح يغير الصورة هذه ويحسنها، وكان واضح أنه رئيسة الوزراء البريطانية لما تكلمت أنه شخص رجل إصلاح وأنه قام بإصلاحات وقام بإعطاء المرأة حقوق، كأنها بتحاول تحسن الصورة التقليدية عن السعودية. لكن الآن السعودية بتواجه ما لم تواجهه من قبل، لأنه قبل كذا كان أيضا لما يجي مسؤول سعودي كبير على المستوى ولي عهد أو ملك عادة كان يواجه انتقادات بخصوص ملفات الحقوق الإنسان لدى داخل السعودية.
لكن لم تكن الانتقادات بهذه الشراسة لأنه لم يكن ملف بثقل الملف اليمني. الملف الحقوقي اليمني ثقيل جدا الآن، وإحنا بنتكلم على جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية وأشياء من هذا القبيل، فأنت بتتكلم على ملف أكبر من الملفات التقليدية اللي بتواجه السعودية في العادة عندما في الغرب. فهذه نقطة. النقطة الثانية، نعتقد أن بريطانيا أيضا علاقتها جيدة بالإمارات، فهي احتمال هناك في نوع من أنه الإمارات دولة غير متورطة بالإرهاب مثل السعودية أو مثل قطر، يعني ليست لها علاقة بأي تيارات إسلامية حتى الآن، فهي لم تتورط في هذه الملفات كثيرا اللي هي بالذات حصلت في سوريا. كثيرا التيارات الدينية المتطرفة كانت بدعم من هذه الجهات، فالآن في نوع من الاعتماد الغربي عليها بشكل أكبر من دي قبل. يعني قد يشكل نوعا ما بديلا عن السعودية في هكذا أمور أو في مراقبة المصالح الإقليمية. دائما الإمارات محتاجة غطاء سعودي، لأن السعودية مهما كان دولة إقليمية كبيرة، في النهاية اللعب أن أنت تلعب دور إقليمي، هذه مسألة تحتاج إلى يعني دولة، في الأخير الدولة تحتاج سكان، يعني أقل شيء، يعني صعب أن أنت تلعب دور إقليمي كبير بمجرد أن أنت عندك فلوس أو عندك صورة إعلامية جيدة لدى الغرب. يعني هذا الدور حاولت تلعب قطر لكنها لم تستطع الاستمرار، أو يعني لا زالت مستمرة بشكل ما، لكنها صعب أنها تقوم بدور إقليمي حقيقي مثل مثلا السعودية. فترة من الفترات كانت هي الدولة الرئيسية في المواطنة العربية أثناء الثمانينات، مثلا مصر كانت الدولة الرئيسية في الستينات. يعني في دول تستطيع أن تقوم الدور الإقليمي كبير وتكون مسيطرة، لكن هذه تستطيع أن تقوم أدوار، يعني مثل الإمارات قطر هي دول صغيرة تستطيع أن تقوم أدوار هنا وهناك، لكنها في النهاية قدرتها لا تسمح لها أنها تكون حاكمة للمنطقة. ممكن تقوم بأدوار تسمح بالفوضى أكثر من أنها تسمح بالحكم بالسيطرة. مفهوم. يعني السعودية عندما كانت تحكم المنطقة كانت مسيطرة، مصر نفس الفكرة لأنها دول تمتلك القدرة على السيطرة. أشكرك إذن أستاذة ميساء شجاع الدين باحثة سياسية، كنت معنا على الهاتف من البحرين. بالعودة إليك عودة أخيرة دكتور عبد الله، يعني تحدثنا عن ما يجب أن يعني تتلقاه الشرعية اليمنية باعتبارها المعني الأول بالملف اليمني، لكن بهذا الخصوص، والأستاذة ميساء تحدثت عن ضعف الأداء والأداء الهزيل إلى آخره، دوما يكون الحديث أن الشرعية متواجدة في المملكة العربية السعودية، كيف يمكن بالأخير لها، يعني ما الذي يمكن لها أن تقوم به في إطار الممكن كالعادة دكتور؟ ما هو المستطاع بالنسبة لهذه الشرعية أن تقوم به؟ شوف أخي، ينبغي أن نفرق يعني بين الامتلاك القدرات الكامنة، ما الذي تملكه هذه الحكومة من قدرات استراتيجية كامنة يمكن توظيفها، وبين يعني الرغبة أو الاستعداد لاستثمار هذه القدرات. أما من حيث امتلاك الحكومة لقدرات استراتيجية كامنة فهذا أمر لا ريب فيه، الحكومة تملك كثير من هذه القدرات السياسية والبشرية وحتى الاقتصادية. المشكلة في أن هذه الحكومة لا تبدو يعني تحوز استعدادا ورغبة وتطلعا وجرأة وإقداما على استثمار هذه القدرات وتحويلها إلى معطيات حقيقية على الأرض. هذا هو الإشكال. خذ مثلا، أما ينبغي للحكومة اليوم وقد وصلت إلى طريق مسدود، وينبغي أن تكون قد يئست يعني من التحالف، حال واضح أنه ليس في ضمن أجندته إسقاط الحوثيين، له أجندات أخرى. أما كان ينبغي أن تؤدي تحولا في الاتجاه وفي زاوية النظر. الحكومة مثلا، وأعطيك مثالا واحدا، تستطيع اليوم في هذه اللحظة أن تعيد بناء تحالفاتها الإقليمية وأن تبحث عن حلفاء إقليميين آخرين. الصين مثلا، الصين فيما لو طرحت عليها مسألة استثمار بعض المواني اليمنية، فأنا أتصور الصين تمثل حليفا يعني يمكن أن يكون حليفا يعني له إضافة. تركيا مثلا حليف آخر، فحتى على مستوى بناء أو إعادة النظر في بناء التحالفات الإقليمية والبحث عن حلفاء. ولكن بما أن الحكومة موجودة في الرياض فيبدو أنها لا تملك يعني هذه المساحة
ويعني هذه الدائره الواسعه للمناوره والحراك. اذا الحكومه تملك قدرات استراتيجيه كامنه، ولكن الاشكال انه ينقصها القدره على تحويل هذه القدرات الى وقائع على الارض واستثمارها في صراعها في يعني اليمن. صارت الحكومه اليوم صدى للسياسات الرسميه حتى على مستوى هذا الراي العام الذي يتكون اليوم في الغرب في بريطانيا او في اوروبا او في الولايات المتحده المناوي للتحالف، حتى على مستوى استثمار يعني هذا الراي العام سياسيا لا تستطيع الحكومه يعني له قبضا ولا بسطا، لا تستطيع ان تقدم شيء، لا تستطيع ان تستثمر هذه التحولات وهذه المعطيات لانها واقعه تحت وصايد التحالف وتحت قبضه التحالف، وهي التي رفضت بنفسها هذا الوضع. يعني كما قلت يسعها يعني ان تخرج وان تتمرد على حاله الارتهان يعني الشريك الاقليمي الذي لم يعد شريكا، ولكنها لا تفعل، وبالتالي تتراكم المآسي يعني على الشعب اليمني وعلى الحكومه اليمنيه ايضا. فالى ان تصل الحكومه الى نقطه تقتنع فيها بانها ينبغي ان تحدث تحولا في مرياتها كما في ادائها، الى ان تصل الى هذه النقطه انا احسب ان التراكمات السالبه سوف تستمر على الحكومه وعلى الشعب اليمني يعني سواء بسواء. أشكرك دكتور عبد الله غيلان الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط على تواجدك معنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل محمد عبد المغني منتج الحلقة وبقية الأفراد في الطاقم الفني، إلى اللقاء.